يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أرضعت بنتاً ثم بعد ذلك تزوجت هذه البنت، فهل تكشف المرأة التي أرضعتها لزوج البنت؟ نعم، إذا كانت أرضعتها 5 رضعات في الحولين فإنها تكون أماً لها من الرضاعة، وتكون أماً وتكون محرماً، يكون زوج هذه البنت محرماً لها لأنها زوج ابنتها من الرضاعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكما أن بنت زوجتك من النسب تحرم عليك، بنت زوجتك من غيرك من النسب تحرم عليك، كذلك بنتها من الرضاعة. نعم.